عينيه كالصقر، وبسبب دقته ومهارته تم منحه لقب جوبا الصغير. فقد تعلم القنص في سن الثامنة من عمره، ووصفته الصحافة الأمريكية بأشجع طفل في العالم بالقرن العشرين. وقد تصدى لأكثر من 20 جنديا أمريكيا من الفرقة 101 المحمولة جوا والمزودة بعشرات المروحيات الأباتشي، وقام بقنص 13 جنديا من قوات التدخل السريع الأمريكي قبل أن يتجاوز سن 14 من عمره. فمن هو مصطفى قصي صدام حسين؟ وكيف دافع عن جثة أبيه وعمه حتى آخر رصاصة في سلاحه؟ وماذا قال عن شجاعته الأمريكان في صحفهم؟ في سن 14 من عمره لم يخف من مئات الرصاصات التي أطلقت عليه ولا من قذائف الار بي جي التي كانت تستهدفه، وقتل والده وعمه أمام عينيها، ورفض أن يستسلم للقوات الأمريكية ويحارب حتى آخر رصاصة كما أوصاه والده. إنه مصطفى قصي صدام حسين. ولد مصطفى في الموصل عام 1994، وهو يعتبر الابن الثاني من أبناء قصي صدام حسين. وقد رصدت الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 30 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض عليه هو ووالده. وبسبب الخيانة البحتة، فقد قامت الاستخبارات الأمريكية بالوصول إلى مكان مصطفى ووالده قصي وعمه عدي صدام حسين. وعندها تحركت الفرقة 101 المحمولة جوا، والتي يقدر عددها ب 200 جندي أمريكي، وصلت إلى المنزل المستهدف وقامت بحصاره من كافة الاتجاهات ومنع أي شخص من الدخول أو الخروج للشارع المتواجد به الهدف المرصود والصيد السمين. وقف قائد الفرقة 101 أمام المنزل واستخدم مكبر الصوت وطلب منهم الخروج والاستسلام، لكنهم رفضوا تماما ذلك العرض وبادروا بإطلاق النار. وعندها بدأت معركة استمرت لمدة 6 ساعات متواصلة تم استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فيها. صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن شجاعة مصطفى قصي صدام حسين في هذه المعركة، وكتبت عن ذلك تحقيقا تحت عنوان أشجع طفل في القرن العشرين، وتكلمت عن بطولات ذلك الطفل الخرافية، وقالت إن شجاعة نجل صدام حسين لا يمتلكها إلا قلة نادرة ممن هم في عمره. فعلى الرغم من صغر سنه إلى أنه قاوم حتى آخر رصاصة وحتى بعد مقتل أبيه وعمه. فحينما أرادت القوات الأمريكية دخول المنزل عقب تأكدهم من مقتل قصي وعدي وتوقف كافة أشكال المقاومة، اقتحم أفراد الفرقة 101 المنزل ليفاجأوا بمقاومة شرسة من مدخل الدور الثاني للمبنى لمصطفى حفيد صدام حسين، حيث قام بقتل جنديين من الجنود الأمريكان، وهو ما تسبب بإلغاء القوات الأمريكية لأمر الاقتحام، وعادت المعركة إلى المربع الصفر. عجز جنود الفرقة عن اقتحام المنزل حيث كان مصطفى يوجد به، فقاموا بقصف المنزل بالكامل ومن كافة الاتجاهات، وهو ما تسبب بقتل مصطفى إلى جوار والده وعمه، حيث كانت نهايته المشرفة. روبرت فيسك الكاتب البريطاني وصف مقتل حفيد صدام حسين ووالده وعمه فقال: قامت الفرقة 101 المحمولة جوا بحصار المنزل الذي يوجد به قصي وعدي ومعهم الطفل مصطفى، وبعد مقتلهما قام الطفل الشجاع مصطفى بالمقاومة حتى تم قصف المنزل وقتل هو الآخر. لو كان عندنا طفل فعل مثل ما فعل مصطفى لصنعنا له تمثالا ووضعناه في كافة المدن، ولجعلنا من بطولته النادرة بحثا يقرأه كافة طلاب المدارس كي يكونوا على بينة من الصغر كيف تكون البطولة والشجاعة. رقد مصطفى بسلام إلى جوار مرقد والده قصي وعمه عدي بعدما حقق بطولة أشاد بها العدو قبل الصديق.